في آخر أسئلته تقول: ما حكم لبس العباءة المسماة بالعباءة الفرنسية إذا كان يقصد بها الحفلات ولا يراها الرجال؟ لا يجوز لبس ما فيه زينة والخروج به إلى الأسواق أو إلى الحفلات للنساء. ما يجوز لبس المرأة ما فيه زينة والخروج به إلى الأسواق أو إلى الحفلات من العباءة أو غيرها، وإنما تلبس العباءة السادة التي ليس فيها نقوش وليس فيها زينة لأجل أن تستر جسمها وأطرافها. أما العباءة المزكرشة والمزينة بأنواع الزينة فلا يجوز للمرأة أن تلبسها، سواء كانت فرنسية أو غير فرنسية، لأنها أصبحت فتنة. نعم.